بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أوضح لك إيش هي منتجات الخلية وإيش أهمية هالمنتجات، وراح نبحر في منتج وإيش فوائده العلاجية والصحية والطبية والصيدلانية إن شاء الله. في البداية راح نتكلم عن هالمنتجات الستة أو السبعة اللي هي المشهور يعني بين الناس، العسل. أيضا في الخلية عندنا الغذاء الملكي، أيضا عندنا مادة العكبر أو صمغ النحل، عندنا حبوب اللقاح، عندنا شمع النحل، عندنا خبز النحل، وعندنا سم النحل. هذه المنتجات الرئيسية اللي ممكن ناخذها يعني من الخلية أو من النحلة مباشرة. وأيضا هناك منتجات أخرى اللي هي مثلا رائحة الخلية أو صوت النحل، فهذه المنتجات أيضا يعني مستخدمة في علاج بعض الأمراض. أبدأ معك بالمنتج المشهور والمعروف عندك اللي هو العسل. العسل مشهور كمادة وقائية وعلاجية، سواء إذا واحد يأخذها يعني أكلا أو شربا أو استخدامها على الجروح وعلى الأماكن المحروقة وعلى ما شابه ذلك. المنتج الثاني اللي يعني أحب أتكلم عنه هو منتج موجود في داخل النحلة اللي هو الغذاء الملكي. الغذاء الملكي هي مادة مفروزة من الغدة الملكية في رأس الشغالة، وهي اللي تعطي هذا الغذاء عن طريق الفم لليرقات وللملكة عشان تعيش هالأعوام المديدة من 5 إلى 7 أعوام. في الغذاء الملكي في كثير من المنتجات والمكونات اللي تفيدنا يعني في علاج أمراض كثيرة، منها أمراض الغدة الدرقية، أمراض الضعف العام، أمراض يعني تساقط الشعر، الأمراض الجلدية وجفاف الجلد. المنتج الثاني اللي يطلع من النحلة هو شنو؟ شمع النحل. في هناك غدد بطنية في بطن النحلة، هذه خاصة لإفراز الشمع لبناء الأقراص الشمعية اللي راح تخزن فيها النحلة العسل وحبوب اللقاح وخبز النحل. طبعا شمع النحل من أفضل المكونات لأمراض الجلد، ولا يكاد يخلو أي يعني منتج في التجميل إلا ويضاف له شمع النحل. أيضا شمع النحل يستخدم كمساج للأطفال اللي أقل من سنة لتخفيف الكحة. أيضا شمع النحل يستخدم كمخروط لسحب الشمع الزائد من الأذن. أيضا شمع النحل بالإضافة إلى الاستخدامات الطبية في استخدامات صناعية، كصناعة الشمع من شمع النحل وصناعة التلميع للجلد والأخشاب من شمع النحل. نكمل معاك عن المنتج الثالث اللي يخرج من النحلة. تكلمنا عن العسل اللي يخرج من بطونها، وتكلمنا عن الغذاء الملكي، وتكلمنا عن شمع النحل، وهذا الحين المنتج الرابع اللي هو سم النحل. سم النحل هي عبارة عن غدة في بطن النحلة. النمو الكامل لهذه الغدة يحدث في اليوم 16 أو 17 للنحلة البالغة. طبعا فوائد السم وأبحاث السم وإيش العلاجات اللي يسويها هذا السم لا تعد ولا تحصى،
كافي إن نشير إن سم النحل إذا دخل في أجسامنا راح يفيد الأجهزة الرئيسية اللي في أجسامنا، اللي هي شنو؟ الجهاز المناعي، العضلات والأربطة، العظام والمفاصل، الأعصاب والدورة الدموية. طبعاً مكونات سم النحل تحتوي على أكثر من 70 مادة وزيوت متطايرة وإنزيمات وبيبتيدات اللي تدخل في أجسامنا لعلاج هذه الأمراض. وإن شاء الله راح نذكر بعض الأمراض اللي هي مثلاً أمراض المفاصل، الروماتيزم، الأمس، أمراض الديسك، أمراض تساقط الشعر، السكري والضغط والغدة الدرقية. خلصنا معاك المنتجات اللي تجيبها النحلة من داخل نفسها. الحين النحلة في سروحها شو تجيب؟ من أهم أدوار النحلة التلقيح، الفواكه والخضار. بالتالي النحلة مع دور التلقيح تجمع حبوب اللقاح من الزهور. حبوب اللقاح من المكونات الرئيسية للنحلة، لأنه يعتبر البروتين الأساسي في غذاء النحل. حبوب اللقاح يحتوي على 23 معدن من المعادن والعناصر الأساسية لأجسامنا، بالإضافة إلى مادة الفوليك أسيد، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات الرئيسية اللي يحتاجها كل إنسان في حالته الصحية. حبوب اللقاح هذه تتحول إلى مادة أخرى تسمى خبز النحل، وخبز النحل هو عبارة عن حبوب اللقاح معجونة بلعاب النحلة مع العسل مع إفرازات اللي موجودة في لعاب النحل مع مادة العكبر اللي راح نتحدث عنها لاحقا. بالتالي حبوب اللقاح اللي تتخزن في العيون السداسية تتحول إلى خبز النحل، وهذه المادتين الرئيسيات مفيدات لأمراض كثيرة، منها الضعف العام، الزهايمر. حبوب اللقاح وخبز النحل مفيدة لأمراض الكبد، لأمراض القولون، للبكتيريا الموجودة في الأمعاء، التخلص من السموم ما يسمى ب الديتوكس، كلها في حبوب اللقاح. بالإضافة إلى استخدام حبوب اللقاح مع العسل كقناع لنضارة البشرة. الحين أتكلم معاك عن منتج مهم جدا، وهو صمغ النحل أو ما يسمى بالعكبر أو ما يسمى بال بروبوليس، اصطلاح أجنبي. ينقسم هذا الاصطلاح إلى مصطلحين: بروبوليس أي معناته ما قبل المدينة، والنحل يستخدم هذه المادة من إفرازات الأشجار. الأشجار فيها إفراز صمغي لوقاية الشجرة من الجروح ضد البكتيريا. بالتالي النحلة تأخذ هذه الإفرازات الصمغية وتحولها بإنزيماتها الخاصة إلى مادة تحتوي على 14 مضاد حيوي، وهو عبارة عن المادة المعقمة للخلية. واستخدمت هذه المادة في أيام الفراعنة مع العسل لتحنيط الجثث، ويستخدمه النحل أيضا لتحنيط أعدائه داخل الخلية لمنع أي تعفن داخل الخلية. النحل يستخدم هذه المادة أيضا لتعقيم العيون السداسية، بالتالي أي بيض تحط الملكة يكون في أجواء معقمة تماما، بالتالي ما يصير في البيض أي يعني بكتيريا أو فطريات. بالأبحاث اكتشف أن هذه المادة مهمة جدا في العلاجات،
وتم استخدام هذه المادة بجميع استخلاصاتها، استخلاصات مائية أو كحولية أو استخدام الخام. فبالتالي صار عندنا يعني منها حبوب، صار كبسولات، صار كريمات، صار استخلاصات مائية للشرب، وأيضا استخلاصات مائية مخففة للأنف وللعين، استخلاصات كحولية للجروح، وأيضا صار منها كريمات للإكزيما والجفاف والصدفية، أيضا صار منها استخدام رائحة العكبر مثل ما ذكرنا ريحة الخلية. من أهم الروائح هذه رائحة العكبر لعلاج أمراض الجيوب الأنفية، حساسية الأنف، أمراض الرئتين والشعب الهوائية. والعكبر عالم كبير جدا، لا زالت الأبحاث جارية فيه، وكل يوم يستخدم العكبر في أبحاث يعني جديدة ومتقدمة. تكلمت معاك عن هذه المنتجات ونعيدها على السريع: العسل، الغذاء الملكي، شمع النحل، سم النحل، صمغ النحل، حبوب اللقاح، خبز النحل. الحين باغين نركز على نقطة مهمة جدا، إن العلاج بمنتجات النحل علاج متكامل ومتكاتف. جمع هذه المنتجات مع لسع النحل اللي هو الأكثر فائدة في علاج المفاصل وعلاج أمراض يعني كثيرة، والأبحاث أكدت أن جمع منتجات النحل متكاملة تعالج أكثر من 500 مرض. من خلال هذا المركز اللي مفتوح من 2009 تقريبا، يعني الحين يعني 14 سنة، ومن خلال خبرتي في عالم النحل من عام 1995 يعني 28 سنة الحين، الحمد لله في حالات يعني عالجتها بمنتجات النحل متكاملة مع لسع النحل. فمثلا على سبيل المثال أمراض الغدة الدرقية تتعالج بالغذاء الملكي والعكبر والعسل ولسع النحل. مثلا أمراض الجيوب الأنفية، وهذه كانت لي محاضرة فيها في عدة دول، في إيران، في سوريا، في العراق وفي مصر، تكلمت عن استخدام لسع النحل والعكبر كقطور في الأنف واستنشاق العكبر أيضا لعلاج أمراض الجيوب الأنفية. في ناس كانوا يعانون من 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، وبعض الناس أثرت على يعني حالة الشم، بالتالي بعد اللسع خلال 5 جلسات أو 6 جلسات استعادوا نسبة كبيرة من حالة الشم. حالة من الحالات وما أبالغ فيها، جاني واحد ما كان يشم نهائيا، والحمد لله من 4 جلسات قال لي هو المريض بنفسه، قال لي 70% أنا استعدت يعني حالة الشم. فلسع النحل غير مخيف إذا كان المعالج فاهم كيف يلسع، ولازم تكون هناك جلسة فحص تحسس قبل البدء بالعلاج بلسع النحل عشان التأكد من تحسس المريض أثناء العلاج. ممكن تسألني وين اللسع؟ هل كل الأماكن؟ هل نجيب الشخص مثل ما يفكروا الناس عندي أول ما يجي المريض، والله دكتور نحن فكرنا أنك بتدخلنا في غرفة وتفتح علينا النحل؟ لا، مو هذا القصد. العلاج بلسع النحل يعتمد على نفس أسلوب العلاج بالإبرة الصينية، مدرسة صار لها أكثر من 3000 سنة أو 5000 سنة، اللي هي العلاج بالإبرة الصينية. على هذه النقاط والمسارات اللي موجودة في أجسامنا، كل مسار له ربط بعضو
من أعضائنا. عندنا مسار حق القلب، حق الطحال، حق المعدة، حق الكبد، حق الرئتين، حق الأمعاء الدقيقة، حق الأمعاء الغليظة. 14 مسار عندنا. على هالمسارات نحن نستخدم الإبر الصينية على مساراتها، بس ناخذ لسعة النحلة كإبرة علاجية. لسعة النحلة لها أكثر فائدة من الإبرة الصينية، بسبب تقوم بدور الإبرة الصينية بإثارة الخلايا العصبية، بالإضافة إلى أن كيسة سم النحل تفرز المادة العلاجية الموجودة في الكيسة. تمام؟ هذا الكتاب تأليفي اللي هو أسرار سم النحل وفوائده، وإن شاء الله إلي يعني كتاب آخر، بس رح يكون إلكتروني يسهل على الناس اللي يحبوا هذا المجال وهذا العلم بمعرفة هذه النقاط، لأن هذه النقاط كثيرة. على سبيل المثال، نقاط المعدة أكثر من 67 نقطة، هذا فقط واحد من المسارات. أقل النقاط هي نقاط مسار القلب، هي عبارة عن يعني 9 نقاط. فبهالطريقة نحن نعرف المريض وين راح يتلسع، راح يكون مرتاح لما يعرف جدول اللسع اللي عنده. الخوف من اللسع والألم والورم يتلاشى تدريجيا مع المريض لما يتعالج عندي، لأن الفكر أن لسع النحل حساسية وورم وحك وتعب بالتدريج يخف لما يجي عندي الجلسات. والحمد لله أكثر المرضى اللي يجوا عندي يقولون: دكتور، نحن أول مرة نيجي نتلسع، نتألم، نبتسم. في شيء أبا أخبرك إياه، معلومة جدا ممتازة من خلال سفراتي ودوراتي في روسيا، ألمانيا، رومانيا، البرتغال والنمسا. تعلمنا أن سم النحل ليس فقط لعلاج الأمراض، إذن سم النحل ممكن استخدامه في التجميل. كيف التجميل؟ نحن قاعدين نشوف البوتكس والإبر والأشياء هذه، أكثر الناس أو خلينا نقول معظم الناس أحياناً يتحسسون من هالأشياء، بس من سم النحل، مادة طبيعية من الله تعطيك نظارة وبوتكس وشبابية وبعد عن التجاعيد، وتخلي الإنسان عمره اللي 50 كأنه في 30 و20 إذا ما أبالغ. وفعلا هذا صحيح. الحين نشوف في الصيدليات وفي المحلات كريمات خاصة من سم النحل لمساجات الوجه، لإزالة التجاعيد، لنظارة البشرة، لأن فكرة سم النحل على البشرة فكرتين أساسيات. الفكرة الأولى تغذية الخلايا بالدم، مثل ما قلنا أن دور سم النحل تحريك الدورة الدموية. شيء ثاني، سم النحل يجدد الخلايا الجلدية في البشرة، وهذا علم معروف، علم بي بوتكس.